الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في اطلاله متجدده من برنامجكم اليومي عناوين، والذي نمر من خلاله عبر مجموعه من المحطات المتنوعه. نبدا المشوار كالعاده مع الصحافه المحليه، مرورا بالصحافه العربيه، وختاما مع الصحافه العالميه، والبدايه كالعاده باستعراض لابرز العناوين. رابطه دوري المحترفين تناقش اليوم طلب الانديه بتاجيل انطلاق الموسم الكروي. وتجربة ودية مع شام الأردن بانتظار منتخبنا الوطني للشباب استعدادا للبطولة الخليجية والتصفيات الآسيوية. اتجاه لتأجيل انطلاق الدوري الخليجي العربي إلى سبتمبر المقبل. وحافظ المدلج يطالب بإقامة كأس الأمم الآسيوية كل عامين. عالميا، بيدرو يقترب من التوقيع مع الشياطين الحمر. نستهل جولتنا في الصحافة المحلية من مقال الإعلامي سالم الغيلاني، حيث تحدث الغيلاني في عموده محلك سر عن الموضوع الذي أثاره الصحفي فاضل المزروعي بالأمس، عن الأزمة المالية التي يمر بها اتحاد القدم وما خلفت من ردود الأفعال من قبل عدد من رؤساء الأندية، مؤكدين أن ما يحدث في اتحاد القدم يجر كرتنا إلى الهاوية، وينبغي أن يكون لهم دور أكبر في تصحيح الأوضاع، لأن بعضهم اعترف صراحة بأنهم من الذين أسهموا بمواقفهم المتراخية والمؤيدة لتوجيهات الاتحاد في هذا الوضع. نتعرف على ما جاد به الغيلاني من خلال هذه القراءة. يبدو أن أفضل ما يجيده أغلب رؤساء أنديتنا هو التأييد، فلقد تعودنا كصحفيين عندما نتناول بالنقد بعض سياسات اتحادنا المختلفة تلقي سيلا من الرسائل والاتصالات المشجعة والمهنئة لإطروحاتنا العميقة والملامسة لواقع الحال حسب وصفهم، بل إن بعضهم يتبرع بتزويدنا بمعلومات جديدة تكشف جوانب لم تشرق شمس أقلامنا عليها، ويحرضون على مواصلة العمل على هذا المنوال. ولكن ما يثير الغرابة أن هؤلاء الرؤساء نفسهم أو أغلبهم ما أن يجمعهم سقف واحد بإدارة الاتحاد، وتتاح لهم فرصة تعديل اللوائح وسن القوانين والاعتراض على القرارات والمحاسبة على الأفعال بحكم الصلاحيات التي يمتلكونها، يتحولون فجأة لمؤيدين ومناصرين لكل ما يقدمه الاتحاد، ومتفهمين لتبريراته التي يسوقها في معرض ردوده على ملاحظاتهم الخجولة. فكم من التقارير الصحفية التي استعرضت الأوضاع المالية المزرية للاتحاد، وكم من الأحاديث دارت عن خطورة السياسات التي تتبعها إدارته وانعكاساتها السلبية على المصروفات الخاصة ببرامج وأنشطة الاتحاد المختلفة. ورغم ذلك تمر بيانات الاتحاد المالية دون أن تتوقف جمعيتنا العمومية مع عجائب وغرائب الأمور التي تحتويها، باستثناء أصوات قليلة جدا لا تسمن ولا تغني من جوع. فمنذ 7 أعوام ونحن نسمع أعضاء جمعيتنا الموقرة قبل كل اجتماع وهم يتوعدون أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالويل والثبور، ولكن ما أن تتقابل الوجوه حتى تعلو غالبية وجوه جمعيتنا المظفرة حمرة الخجل، ويتحول زئير أعضائها قبل الاجتماع أمام فصاحة رئيس الاتحاد وكاريزما حضوره إلى همس. وبدل أن ينتزعوا من مجلس الإدارة قرارات تصحيحية لما يعتبرونها أوضاعا خاطئة، ينتزع هو منهم موافقات على سياسة وخطط جديدة وضعها خبراؤه ومستشاره. يتبين لهم فيما بعد إنه حبل آخر نجح الاتحاد في لفه على رقابهم. مشكلة كرتنا ليست رئيس اتحاد القدم ولا أعضاء المجلس الآخرين، ولكنها جمعيتنا العمومية التي تبني جميع قراراتها على الأهواء وحبل خشوم. فنظرة سريعة لخياراتها الانتخابية خلال السنوات الماضية، نجد أننا أمام جمعية لا تفقه من أمرها شيئا، للحالمين بمستقبل أجمل لكرتنا خاصة ورياضتنا عامة. واصلوا أحلامكم، لأنها العزاء الذي ستواسوا أنفسكم به لمدة لا يعلمها إلا الله، فأغلب رؤساء أنديتكم لم يتولوا رئاستها لخدمة مصالحكم، ولكنهم جاءوا لأغراض أخرى لا علاقة لها بما تحلمون أو تأملون، لذا لا تتوقعوا الكثير. ف
فرهاننا لا يبشر بما يسر، والانتخابات القادمة ستبرهن لنا جميعا أننا ما زلنا محل كسر. نرحب الآن مشاهدينا الكرام بالأستاذ حمد الريامي صحفي بجريدة عمان، أهلا وسهلا بك. حياك أحمد، أهلا حميدا. أهلا بك. نبدأ مع الخبر الأول كالعادة. سالم الغيلاني انتقاد مباشر لأعضاء الجمعية العمومية من خلال كلامه، ذكر بأنهم لا يقوموا بالدور المنتظر منهم وأنهم سبب مباشر فيما وصلت له الكرة في السلطنة في هذه الفترة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد يعني ما قاله الأخ سالم ربيع أعتقد ليس بجديد في اتحاد الكرة وليس جديد على الجمعية العمومية أيضا، سبق وان طرحت مثل هذه المناقشات وأيضا حتى التحقيقات والاستطلاعات من قبل زملاء صحفيين في مختلف الصحف المحلية، وأعتقد شاهدنا في الموسم الماضي التكتلات والاجتماعات التي دارت لمواجهة اتحاد الكرة ومناقشة عن أمور كثيرة جدا ومن بينها المالية، ولكن بالفعل عندما يلتقي الجميع في طاولة واحدة تختلف فيها الآراء، تختلف فيها المقترحات، سبب وحتى يعني تتشتت فيها التكتلات اللي كانت المطلوبة. سبب أعتقد هناك أسباب كثيرة أحمد، قد يكون ما أشار إليه الأخ سالم أيضا دور الاتحاد في هذا في في هذا الموضوع من خلال أيضا خلينا نقول يعني استلطاف بعض رؤساء الأندية لناحيته وأيضا لميوله لهذا الجانب وعدم يعني خلينا نقول إثارة الموضوع بأكثر من ما هو مطلوب، وخاصة أن الأندية كانت ولا زالت لديها مستحقات كثيرة في اتحاد الكرة تطالب هذا الجانب، يعني من مع نهاية الدوري مع بداية الدوري مع خلال الدوري، وكلها أصبحت أمور تتعلق أكثر شيء بالجوانب المالية مع بعض الجوانب الفنية المتعلقة بالدوري وأيضا البطولات المحلية المختلفة، ولكن للأسف الشديد بالفعل يعني ما نشاهد على أرض الواقع يختلف اختلاف كل ما تطرحه أو حتى ما يطرحه بنفس من الرؤساء الأندية وما يشيرون عنه ويفصحون عنه على وسائل الإعلام، تجد هناك اختلاف جذري كبير جدا. الجمعية العمومية يعني إجمالا تتحمل جزء كبير من مسؤولية ما يجري الآن في كرتنا والتراجع اللي حاصل خاصة على المستوى المالي. العكس يعني الجمعية العمومية المفروض أن يكون لها دور أكبر في هذا الجانب، مثل ما أشار الأخ سالم في عموده بأنها يجب أن تتحمل أيضا يعني خلينا نقول الجزء الأكبر وليس الجزء الأقل. بالضبط هذا هو الكلام. باعتبار اتخذ يعني لديها صلاحيات الكثيرة جدا في اتخاذ القرارات، وحتى سبق وان قلنا من قبل يمكن حتى حجب الثقة عن مجلس إدارة الاتحاد أو ليس القدم ولكن أي اتحاد آخر، إذا وجد هذا الاتحاد غير قادر على قيادة دفة الاتحاد وتسيير أموره وأيضا تحقيق المطالب الأندية ومطالب أيضا الجماهير سواء كانت الجوانب المتفنية أو المالية وحتى الطموحات المنتخبات الوطنية. إذن بالفعل هناك الآراء تتشتت والآراء ليس تتجمع على يعني في 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 قالب واحد من خلال يعني الاجتماعات اللي نشاهدها من قبل. إذن لابد من وقفة جادة. بالتأكيد يعني المواجهة دائما ما تكون ما بين اتحاد الكرة والأندية تكون في صالح الاتحاد باعتبار الاتحاد قد يكون يعني الأثقل خلينا نقول بقناعاته التي قدمها للأندية وهي أيضا يعني تترقب الكثير من تحقيق النتائج المطلوبة وتوفير الإمكانيات المتاحة في الاتحاد لفترة القادمة. طيب انتظار دور أفضل فاعل بشكل أكبر من الجمعية العمومية في الوقت القادم. بعد أن طالبت أندية العروبة وفنجة والنهضة وصحن في رسائل تسلمها اتحاد الكرة بعقد اجتماع لرابطة دوري المحترفين لمناقشة مشاكل الأندية التي تعاني من عدم الاستعداد قبيل انطلاق الموسم الكروي الجديد، أبرزت صحيفة عمان في صفحاتها الداخلية الاجتماع الحاسم لتحديد موعد صافرة انطلاقة دوري عمان تل المحترفين، فكتبت في عنوانها: الرابطة تناقش طلب الأندية بتأجيل انطلاق الموسم الكروي اليوم، حيث تناقش لجنة رابطة دوري المحترفين في الرابعة من عصر اليوم الطلب الذي تقدمت به أندية فنجة والنهضة والعروبة والصحم بتأجيل انطلاقة الدوري إلى منتصف الشهر القادم لعدم جاهزيتها لانطلاقة الدوري وغياب اللاعبين الموجودين في المنتخبات الوطنية والفرق العسكرية. وفي سياق متصل، لا يزال موعد انطلاقة الدوري العام وهو دوري المحترفين لكرة القدم يأخذ الشدة والجد بين الأندية واتحاد الكرة، ومن الواضح أن الأندية وحدها ليست على وفاق بين موعد الانطلاقة الذي حدد من قبل في اجتماع رابطة دوري المحترفين والأندية الأخرى التي تجد نفسها متضررة بسبب وجود العديد من لاعبيها مع المنتخبات الوطنية، ولم يكن لدى الأجهزة الفنية الخاصة بها الفرصة للوقوف على إمكانية وجاهزية اللاعبين،
الصحفي حمد الريام أجرى استطلاعا مع رؤساء الأندية المطالبة بتأجيل الدوري، نتعرف على ما خرج به من آراء من خلال هذه القراءة. قال الشيخ عبد الله المخيني: نحن بالفعل تقدمنا بطلب رسمي بتأجيل مباراة السوبر مع فنجة، بالإضافة إلى تأجيل مباراتنا من الأسبوع الأول بالدوري، ويعود هذا السبب إلى وجود العديد من لاعبينا مع المنتخبات الوطنية، حيث سيعود البعض منهم يوم 17 من أغسطس، أي بعد مباراة السوبر بثلاثة أيام، وقبل انطلاقة الدوري بيوم واحد، حيث لم تتح الفرصة للمدرب وحتى الجهاز الفني للوقوف على مستويات اللاعبين والتعرف عليهم بشكل جيد، ولم نتمكن من إقامة أي معسكر داخلي أو تجميع اللاعبين بالشكل المتكامل، لذلك طالبنا رابطة دور المحترفين النظر في طلبنا مراعاة للظروف التي نمر بها. وأوضح سيف السمري رئيس نادي فنجا: نحن طلبنا تأجيل مباراة السوبر وتأجيل انطلاقة الدوري بسبب عدم جاهزيتنا الكاملة، حاولنا لملمة اللاعبين ولم يتدرب معنا حتى الآن سوى 11 لاعبا نظرا لوجود عدد منهم مع المنتخبات الوطنية والآخرون في إجازة خارج السلطنة مع عائلاتهم، بالإضافة إلى أن البعض منهم في مشاركة مع فرقهم في دور الجيش وهو ما يتضارب مع انطلاقة الدور العام. نحن من المعارضين على انطلاقة الدور في الموعد المحدد. هذا كان بداية الحديث لرئيس نادي النهضة سالم المزاحمي، الذي أوضح أن هناك 5 لاعبين أساسيين في صفوف المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى أن الفريق لم يتجمع بالشكل المتكامل بسبب شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، ولم يتمكن المدرب من مشاهدة اللاعبين نظرا لغياب العديد منهم. وأعتقد أصبح الوقت حرجا ولا بد أن يكون الإعداد بفترة كافية، حتى أن بعض الأندية لم تبدأ التجمع حتى الآن، لذلك علينا أن ننتظر الاجتماع المرتقب مع الرابطة اليوم وما سيسفر عنه من قرارات. فيما أكد عادل الفارسي رئيس نادي صحم عن أهمية توزيع لائحة المسابقات قبل انطلاقة الموسم لمعرفة التغيرات التي تطرأ عليها، وحتى تكون من خلالها الرؤية واضحة للجميع دون الدخول في أي مهاترات ما بين الأندية والاتحاد. إذا نرى متباينة بين رؤساء الأندية، البعض يؤيد أن يقام الدوري في موعده والبعض يطالب بالتأجيل، رأيك في الموضوع بشكل عام؟ بالتأكيد أحمد، يعني أعتقد الاجتماع اليوم هو الاجتماع المفصلي بالنسبة لاتحاد الكرة والأندية لمعرفة انطلاق تأجيل الموسم أو يعني في موعده أو تأجيله إلى وقت لاحق، وخاصة أن مباراة السوبر ستكون البداية الأولى يوم 14 أغسطس المقبل ما بين العروبة وفنجا، والناديين بالفعل تقدموا بطلب التأجيل لأسباب عدم جاهزية الفريقين حسب ما قال الشيخ عبد الله المخيني رئيس نادي العروبة وأيضا سيف السمري رئيس نادي فنجا. استشفيت آراء الأندية بالفعل، و يعني كانت هناك بالفعل متباينة ما بين يعني الطالبين التأجيل بسبب عدم جاهزية فرقهم لأسباب تداخل الإعداد مع شهر رمضان ومن ثم عيد الفطر. الغالبية اتجهت نحو التأجيل أم بقاء الدوري في موعده المحدد؟ التأجيل لأسباب مختلفة، البعض منهم قال احنا بدينا متأخرين، كان شهر رمضان ومن ثم جاء العيد والآن إجازة الصيف وجميع اللاعبين مرتبطين مع عائلاتهم ومعظمهم خارج السلطنة، لذلك لم يتمكن الفرق من التجمع بشكل جيد. طيب. وحتى الأجهزة الفنية تم التعاقد معها بشكل متأخر، لم تتمكن أيضا التعرف على اللاعبين ومستوياتهم وحتى اللاعبين المحترفين. الأجهزة الفنية والتعاقدات الأخرى هذه مسؤولية الأندية أعتقد، يعني الاتحاد ما له دور في هذا التأخير اللي صار من الأندية. بالتأكيد حتى البعض الأحمد تعاقد مع أجهزة فنية وحتى لاعبين محترفين لم يتمكنوا من تجربتهم في بعض المباريات الودية. ما استشفيت من الموضوع بأن هناك بالفعل سبق من عقد اجتماع سابق ما بين اتحاد الكرة وما بين الأندية. نعم. هذه الأندية طالبت أيضا بتأجيل انطلاقة الدوري، وحتى حدد هذا الموضوع. نعم. على أن مباراة السوبر ستقام في الأول من أغسطس وانطلاقة الدوري يوم 14 أغسطس، وكان جميع متوافق على هذا الرأي، حتى يعني الشيخ بدر رواس رئيس نادي ظفار قال لماذا التأجيل؟ سبق وأن التقينا واتفقنا على هذا الموضوع، يعني إذا يقول لماذا الآن الأندية تأتي وتقول، قال بصريح العبارة إننا ليس جاهزين.
حتى اتحاد الكره حاول قدر المستطاع مراعاه الانديه ايضا. نعم. اجل مباراه سوبر الى يوم 14 المقبل او وسط المقبل وانطلاقه الدور يوم 19 المقبل الجاري. حتى تتمكن الانديه ايضا من يعني من من جاهزيتها. طيب. وحتى تعرف ايضا توقع يعني قدرتها. اليوم لقرار لجنه رابطه الدوري المحترفين تؤجل ام تستمر بنفس الموعد؟ شوف احمد، اول شيء لابد ان نعرف اول شيء مصلحه المنتخبات الوطنيه هي الاهم. يعني جميل. انت تعرف وزاره المنتخبات الوطنيه طويله جدا، لديها كثير من المشاركات الخارجيه. نعم. الاول مع 3 مشاركات، كاس العالم، كاس اسيا، كاس الخليج، ايضا الانديه المنتخب الاولمبي الشباب وحتى الناشئين. اذا لابد اول شيء نراعي مصلحه المنتخبات الوطنيه، والانديه دائما تشتكي بين لاعبينها موجودين مع الانديه مع المنتخبات الوطنيه. انا اتوقع اليوم سيكون هناك بالفعل اراء متباينه. انا اتوقع يعني مباراه سوبر، ما انت اصلا ما يمكن تاجل مباراه سوبر باعتبارها دائما تعلن عن انطلاقه الموسم. ما تعتقد انه راح يكون في تاجيل؟ اكيد، لكن ولكن خلينا اكون معك صريح ايضا. اذا الاتحاد يعني لا، دائما مباراه السوبر هي تعلن عن انطلاقه الموسم الكروي. جميل. في اي دوله في العالم. جميل. ولكن اذا صار الناديين على طلب التاجيل اعتقد الاتحاد يمكن ان يكون معهم في ذلك. نعم. ولكن الاغلبيه اتوقع يعني تشير التوقعات على ان ما يمكن التأجيل. طيب. وحتى الدوري لا ما يمكن تأجيل، لأن لو أجل أسبوعين سيكون أيضا مضغوط باعتبار. طيب. المنتخبات الوطنية والمشاركات الخارجية. نعم. طيب. بهدف التأكيد أو التأكد من صلاحية الملاعب ومتعلقات الإنارة وما يتعلق بتوافر غرف تبديل الملابس للفرق وغرف الحكام وتوافر السياج الأمني المحيط بالملعب استعدادا للموسم الكروي المقبل، تابعت صحيفة عمان زيارة لجنة اتحاد الكرة التفقدية لملاعب شمال الباطنة، فكتبت في عنوانها: لجنة من اتحاد الكرة تعاين ملاعب السلام ومجيس وصحار وصحم. حيث قامت لجنة من اتحاد كرة القدم بمعاينة ملاعب أندية السلام ومجيس وصحار وصحم، وسيرفع فريق العمل تقريرا فنيا بحالة كل ملعب في الأندية الأربعة موضحا الملاحظات والحالة الراهنة، ليتسنى للجنة المسابقات تحديد صلاحية الملاعب من عدمه بضوء معطيات لديها. يواصل منتخب الشباب تدريباته اليومية استعدادا لبطولة الخليج وتصفيات كأس آسيا تحت إشراف المدرب الوطني رشيد جابر. صحيفة عمان رصدت برنامج إعداد المنتخب للاستحقاقات المقبلة، فعنونت تقول: الأردن تعد منتخب الشباب قبل المواجهة الخليجية، حيث سيخوض منتخب الشباب يوم السبت المقبل تجربة ودية مع نادي عمان، وهنالك تجربة أخرى يوم الاثنين المقبل قبل ختام معسكره الحالي على أن يستأنف المعسكر التالي يوم 14 من أغسطس الجاري، والسفر إلى المملكة الأردنية الهاشمية يوم 19 من الشهر الجاري لخوض تجربتين مع منتخب الأردن يومي 21 و23 من الشهر الجاري في آخر التجارب الودية قبل السفر لقطر للمشاركة في البطولة الخليجية. تحضيرات مكثفة إذن لمنتخب الشباب قبل المشاركة في بطولة الخليج وبعد ذلك تصفيات كأس آسيا. هو الشيء الجيد يعني أن وجدت يعني مباراة على الأقل ودية مع المنتخب الأردني في معسكر يعني الخارجي في عمان، وخاصة أن كان المدرب الوطني. نعم. رشيد جابر يعني اشتكى من هذا الجانب لقلة هذه المباريات، وخاصة أن يعني منتخب الشباب يحتاج إلى بالفعل إلى مجموعة المباريات حتى يتعرف على المستوى الفني لكل لاعب، وأيضا حتى تكون معرفة جاهزة المنتخب يعني قبل انطلاقة البطولة الخليجية القادمة. يعني كل الطموحات تأتي بأن تكون المباراة بالفعل لها يعني إيجابياتها الكبيرة جدا للاستفادة منها من عوامل كثيرة جدا، يعني سواء كان معرفة قدرة اللاعبين إمكانياتهم ويعني مواقعهم في الملعب، أو حتى تجربة مجموعة من العناصر وخاصة ضخ مجموعة من العناصر خلال الفترة الأخيرة. إذا نتمنى أن تكون بالفعل استفادة جيدة، وحتى يكون معسكر الداخل يعني خارجي له استفادة أخرى مضاعفة. بلدنا. عندما تلعب أنت مباراة ودية على مستوى الأندية المحلية تعرف أحيانا قد يكون هناك تغيب عنك بعض الأشياء، ولكن عندما تلعب على مباراة ودية بحجم المنتخب الأردني بالفعل يعني تتمكن من معرفة قدرة الفريق وإمكانياته وجاهزيته للبطولة الخارجية القادمة. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب في المرحلة القادمة. تواصل إدارة نادي مسقط تحركاتها ومساعيها الكبيرة لدعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. صحيفة عمان تابعت آخر استعدادات فرسان العاصمة للموسم الجديد وخرجت بعنوان تقول فيه: إدارة نادي مسقط تواصل دعم الفريق لدوري المحترفين القادم، حيث عملت إدارة النادي خلال الفترة الماضية على الإبقاء على معظم لاعبي الفريق وتوقيع العقود معهم من الموسم الماضي،
وأبقت إدارة نادي مسقط على اللاعبين المحترفين الأجانب السوري سليم أحمد خضرة والبرازيلي فينيسيوس والبرازيلي رافائيل الذين لعبوا مع الفريق في الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى وقدموا مستوى كبيرا. فضلت إدارة النادي التمسك بهم للموسم الجديد واللعب مع الفريق في دوري المحترفين. إذن إدارة نادي مسقط تواصل تحذيراته وتعاقدات الموسم الجديد، وهنالك أيضا توجه للإبقاء على اللاعبين المحترفين. بالتأكيد يعني مسقط هو ضيف جديد على دوري المحترفين في هذا الموسم، ولا بد أن يكون يعني استعداده حال أي نادي في دوري المحترفين. يعني أنا حتى يعني جريت حوار مع الشيخ ناصر الوهيبي رئيس النادي وأوضح بكل العبارة، قال إحنا لا نريد أن نكون ضيوف فقط، ضيوف شرف يعني في دوري المحترفين، علينا أن نقاتل ونجاهد ليس البقاء فقط ولكن أيضا المنافسة. يعني سيلعب ثلاث بطولات مهمة، يعني الدور العام، كأس الاتحاد وكأس صاحب جلالة، ولا بد أن يكون أيضا منافس من الأندية، يعني خلينا نقول يعني المتواجدة بكل قوة في دور المحترفين. أعتقد ما قدمه يعني نادي مسقط في الموسم الماضي في الدرجة الأولى وتحقيق لقب البطولة يؤكد قدرة الفريق أيضا على هذه المواجهة، وعندما يضخ هذه الأسماء أو يتعاقد مع الأسماء التي كانت في الموسم الماضي وجد فيها أنها بالفعل قدمت موسم استثنائي مع الفريق وساهمت مساهمة كبيرة جدا في تحقيق النتائج التي شاهدناها. هناك أيضا أربعة لاعبين قادمين يعني تحت التجربة من البرازيل، من السنغال، من نيجيريا، من سوريا أيضا، وأيضا لديهم خيارات كثيرة جدا. وإن كانت يعني خلينا نقول بدأ يعني مسقط تحضيرات متأخرة، لكن أعتقد الأيام القادمة ستكون كفيلة يعني حتى قبل انطلاقة الدوري أن تكشف له كل الصورة الواضحة عن الفريق وعن ما يحتاجه وأيضا قدرته على المنافسة مع بقية الفرق الأخرى في دوري المحترفين. طيب، بعد الانتدابات الكبيرة التي قام بها الملك النصراوي في سوق الانتقالات الصيفية، تابعت صحيفة عمان العمل الدؤوب الذي تقوم به الإدارة لاستقطاب المحترفين الأجانب لتكتب في عنوانها برازيلي ونيجيري يخضعان لتجربة احترافية في نادي النصر، حيث يخوض كل من المهاجم البرازيلي باولو سيرجيو رودريغيز والمهاجم النيجيري برينس عبيدي تجربة احترافية بنادي النصر، تمهيدا للتعاقد الرسمي في حالة اقتناع الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي لطفي رحيم، وذلك من خلال إشراكهما في مباريات كأس مهرجان صلالة السياحي المقامة حاليا بين أندية المحافظة ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي، والتي يجرب من خلالها ثلاثة محترفين لأنهم لم يظهروا بالمستوى المرجو من خلال المواجهات السابقة. إذن نصر بعد تعاقدات محلية على مستوى عالي الآن يبحث عن محترفين أجانب يعطوا إضافة أيضا منتظرة في الموسم القادم. بالتأكيد نادي النصر أعتقد كان الموسم الماضي اللي قدمه لم يكن يعني مقنع بالنسبة لمجلس الإدارة وحتى الجماهير النصراوية، والتي كانت تأمل بأن يكون أحد الفرسان المنافسين مثل ما اعتدنا في المواسم الماضية، لكن أعتقد تعلم دروس كثيرة جدا من الموسم الماضي، وايضا يعني استقطب الان مجموعه من الاسماء من داخل السلطنه، والان ايضا لديه توجيهات من خارج السلطنه يراد بها ان تكون سند قوي للفريق الكروي في هذا الموسم، وخاصه ان الان يلعب يعني بطوله الخريف في محافظه ظفار، ستكون الفرصه سانحه ايضا لتجربه مجموعه من العناصر التي تم اختيارها، وايضا حتى اللي تم يعني تم يراد منها يعني ان تكون في صفوف الفريق في الموسم الحالي، وخاصه نقصد اللاعبين المحترفين من خارج السلطنه. انت عندما تجرب اكثر من لاعب تعطيك الخيارات الكثيره جدا، تعطيك ايضا الصوره الواضحه للجهاز الفني ما يحتاجه هذا الفريق. نادي النصر اعتقد سيكون له شان اخر في هذا الموسم، واعتقد مجلس اداره يعني مطامع كبيره في تحقيق اكثر من لقب، واعتقد اذا ما قدم النصر يعني في هذا الموسم المستوى المطلوب سيكون احد الفرسان القويين والمنافسين على البطولات، يعني سواء كان الدوري او كاس صاحب الجلالة. اتمنى كل التوفيق ان شاء الله لجميع الانديه. بعد المستوى الرائع الذي قدمه نادي المصنعه في الموسم المنصرم، تواصل اداره النادي بحثها في سوق الانتقالات عن ابرز الاسماء لتعزيز صفوف الفريق. صحيفه عمان تابعت فعن منى تقول: فرناندو يصل اليوم ويخضع للتجربه المصنعويه، حيث يصل فجر اليوم المحترف البرازيلي فرناندو والذي سيخضع للتجربه مع نادي المصنعه تحت اعين مراقبيه، وفي حال اقتناع الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني مصبح بن هاشم السعدي بإمكانيات اللاعب، سيوقع على الفور على كشوفات انتقاله للقلعة الحمراء لمدة موسم واحد قادما من أحد أندية الدوري المكسيكي.
ومع أندية دوري الدرجة الأولى فقد تعاقدت إدارة نادي عمان مع الحارس محمد الذيب القادم من نادي بوشر، وذلك لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال الموسم الجديد. صحيفة الزمن تابعت فاعلنا تقول: نادي عمان يتعاقد مع الذيب ويتعادل وديا مع مسقط. حيث تعاقدت إدارة نادي عمان مع الحارس محمد الذيب القادم من نادي بوشر، وذلك لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال الموسم الجديد. ويعتبر محمد الذيب الذي سبق له اللعب في صفوف نادي عمان أحد الحراس الذين يملكون خبرة جيدة في دورينا، بعد أن تنقل بين عدد من أندية دوري المحترفين. إذن الفترة هذه نلاحظ من خلالها حركة كبيرة، حركة انتقالات اللاعبين، الكل يحاول أن يعزز بعض المراكز قبل انطلاقة الموسم. أنا أعتقد بعد ما انتهت أندية دور المحترفين من اختيار اللاعبين على المستوى المحلي، الآن فتح المجال أيضا لأندية الدرجة الأولى بأن يعني تجهز فرقها، وخاصة أن الدوري سينطلق يوم 10 سبتمبر المقبل، يعني من خلال 14 نادي. طبعا هناك خاصة مطامح كبيرة أن يعود خلينا نقول السيب وبوشر إلى دوري المحترفين بعد ما هبطوا في الموسم الماضي للدرجة الأولى، مطامح كبيرة أيضا لرستاق ونزوة اللي كانوا منافسين على بطولة الدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، مع أيضا يعني مشاهرة أكثر من فريق بالفعل يعني بدأ يجهز ويعد العدة لانطلاقة الدوري. ولكن قد تكون حتى الآن التعاقدات خجولة بعض الشيء، وأنت تعرف الدرجة الأولى لا يريد أن يجاز بالمرة مع انطلاقة الدوري مثلا، نعم، ويتعاقد مع أكثر من لاعب باعتبار تحتاج إلى ميزانية، تحتاج إلى الكثير يعني من 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 الجوانب المتعلقة بالمصروفات، وخاصة أن الأجهزة الفنية أيضا، نعم، لم تكن جاهزة حتى الآن، البعض منها حتى لم يتعاقد حتى مع مدرب يعني، ولم تتجمع حتى الآن. ولكن أعتقد يعني قادم الأيام ستكشف الكثير من النوايا المتعلقة بأندية الدرجة الأولى حول جاهزيتها، حول ليس للدوري فقط ولكن أيضا لكأس صاحب الجلالة. إذا بالفعل سنشاهد خلال الأيام المقبلة أكثر حراك في الدرجة الأولى لاستقطاب مجموعة من العناصر من داخل الأندية السلطنة. كشفت اللجنة العمانية للبولينج يوم أمس في مؤتمر صحفي عن تفاصيل استضافتها للبطولة الخليجية للشباب والناشئين خلال الفترة من السادس ولغاية الخامس عشر من الشهر الجاري. صحيفة الوطن غطت فكتبت تقول: الكشف عن تفاصيل البطولة الخليجية للشباب والناشئين للبولينج. حيث قيم المؤتمر الصحفي بقاعة المؤتمرات في مبنى اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية بحضور الشيخ سعيد بن راشد القتبي رئيس اللجنة العمانية للبولينج. وتم خلال المؤتمر الصحفي التطرق إلى استضافة السلطنة لهذا الحدث الخليجي الذي يقام للمرة الأولى لهذه الفئة، والتي تأتي ضمن برنامج مسابقات اللجنة التنظيمية الخليجية للبولينج. إذن اللجنة العمانية للبولينج صدد استضافة حدث خليجي وقام للمرة الأولى بطولة البولينج للناشئين والشباب. رأيك في هذه الاستضافة وأثرها ونتائجها المنتظرة إن شاء الله على مستوى الناشئين والشباب؟ شوف، أعتقد لعبة البولينج بدأت بالفعل يعني تأخذ مكانتها على مستوى السلطنة، سواء كان على مستوى الشباب وحتى على مستوى الفتيات، وشاهدنا أكثر من بطولة سواء كان محلية وحتى مشاركات خارجية على مستوى الخليجي. هذه الاستضافة أيضا ستفتح أبواب أخرى لهذه اللعبة لانتشارها وتطورها للأفضل، وخاصة ما لدينا مجموعة من اللاعبين يعني خلينا نقول بدأوا بالفعل يعني يأخذ مكانتهم في صفوف المنتخبات الوطنية، وخاصة أن البعض منهم يعني أصبح من اللاعبين المعروفين ولديهم القدرة على المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية. وإذا ما يعني تم يعني ضخ فيها مجموعة من الأسماء، أتوقع ستكون أكثر انتشارا هذه اللعبة ما بين حتى الأندية، نعم، حتى وزارة الشؤون الرياضية لديها تفكير آخر بأنها تعمم هذه اللعبة على مستوى الأندية حال أي رياضة أخرى. إذا بالفعل يعني استضافة متوقعة، منافسة متوقعة ما بين اللاعبين الخليجيين، وستكون الإثارة بالفعل حاضرة، خاصة هذه اللعبة تعتمد على كثير من الجوانب المهمة. جميل. منها التركيز وأيضا منها يعني خلينا نقول اختيار الوقت المناسب في عملية الرمي وعملية أيضا اختيار المكان المناسب في عملية المنافسة. طيب، ينضم لنا الآن مشاهدينا الكرام عبر الهاتف الشيخ سعيد بن راشد القتبي رئيس اللجنة العمانية للبولينج. مساء الخير شيخ سعيد. مساء النور أخوي أحمد، يا أهلا وسهلا فيكم، يا مرحبا.
اهلا وسهلا بك. حدثنا عن اخر الاستعدادات لاحتضان هذا الحدث الخليجي المنتظر. نعم، في الحقيقة يعني اللجنة العمانية للبولينج مثل ما تعرفون يعني تسعى دائما انه يعني كل البطولات التي تستضيفها انها يعني تظهر مظهر مشرف. نعم. ومظهر يليق بسمعة الرياضة العمانية. وصار لنا فترة طويلة احنا نحضر لاستضافة هذه البطولة، سواء كان من يعني التنسيق مع اللجنة التنظيمية الخليجية والجوانب الفنية، بالإضافة إلى استعدادات يعني لإقامة الوفود وتسهيل كل الإجراءات اللي يعني تنجح هذه البطولة إن شاء الله بإذن الله. طيب الشيخ سعيد، ماذا يعني لكم أن تستضيف السلطنة النسخة الأولى من هذه البطولة، بطولة البولينج على مستوى الخليج للشباب والناشئين؟ نعم، في الحقيقة مثل ما تفضلت أخوي أحمد، يعني هذه إحنا أول بطولة نستضيفها على مستوى الناشئين والشباب. سبق أنه إحنا استضفنا بطولة الرجال في 2013، ولكن يعني اهتمامنا خلال السنوات الثلاث الماضية بأنه يعني نخلق منتخبات يعني مختلفة، سواء رجال أو سيدات أو حتى شباب وناشئين. جميل. يعني عملنا بشكل كبير على 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 خلق منتخبات هذه المراحل السنية الصغيرة. وطبعا يعني استضافة مثل هذه البطولة تدعم هذا التوجه. جميل. وتدعم هذا الهدف اللي احنا نريد نوصل له ونحققه إن شاء الله. يعني هذه المراحل السنيه صغيره جدا، مهمه للرياضه ومستقبل الرياضه، خاصه البولينج. يعني يعني هذه رايحه تكون رافد كبير للمنتخبات الوطنيه ان شاء الله. جميل. ونهتم بالنشأ ونهتم بالصغار هذه، يعني وعلى اساس انهم يعني ياخذوا التمارين وياخذوا التدريبات يعني من مدربين معتمدين، مدربين وطنيين، وانهم يمارسوا اللعبه بشكلها الصحيح. جميل. فلله الحمد يعني استطعنا ان نخلق هذه المنتخبات. صح يعني عدد السنوات او يعني ثلاث سنوات من تاسيس اللجنه الى الان، ولكن ركزنا على هذا الجانب وهذا القطاع. جميل، توجه طيب. ولله الحمد، ولله الحمد توفقنا فيه. كل التوفيق إن شاء الله لكم الشيخ سعيد بن راشد القتبي، رئيس اللجنة العمانية للبولينج في هذا الاستحقاق الخليجي المنتظر. شكرا جزيلا لك. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، وبعد ذلك ننتقل للصحافة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم. تحدي القدرة 24 ساعة للكارتينج، تواصل الجمعية العمانية للسلام. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نفتتح جولتنا في الصحافة العربية من المملكة العربية السعودية، وبالتحديد من أروقة نادي الاتحاد، والتي قامت إدارته بالعمل الكبير لإعادة توهج الفريق من جديد، وذلك من خلال تغيير هوية الفريق قبل الموسم المقبل. صحيفة الجزيرة السعودية تابعت التحضيرات الاتحادية فخرجت بعنوانه، قالت فيه: إقالة الروماني بيتوركا وجلب النجم مونتاري والتعاقد مع 9 محليين. حيث قامت إدارة الاتحاد وبالتنسيق مع منصور البلوي على تغيير الرباعي الأجنبي بالكامل، والذي كان يضم في السابق كل من البرازيلي ماركينهو والعراقي سيف سلمان والبولندي زوكالا والروماني سان مارتن، والتعاقد مع محترفين مميزين يتقدمهم النجم الغاني مونتاري وابن جلدة مبارك وساكو، بالإضافة إلى التعاقد مع المهاجم الفنزويلي ريباس، والذي يعتبر من اللاعبين المميزين في معسكر الفريق في إيطاليا.
من خلال اللقاءات الودية التي شارك بها، ناهيك عن تعاقد الإدارة الاتحادية مع 9 لاعبين محليين سيؤثرون في مسيرة الاتحاد خلال الموسم المقبل. إذا نوايا الاتحاد واضحة قبل انطلاقة الموسم، هنالك نية لتغيير الصورة الباهتة اللي خرج عليها الفريق الموسم الماضي. بالتأكيد أعتقد أن الاتحاد يسعى قدر المستطاع لتعويض ما فاته في الموسم الماضي، وخاصة أنه لم يحقق أي بطولة محلية، يعني ذهبت إلى النصر وإلى الهلال، وكان الأهلي أيضا منافس. وأعتقد المشاكل التي واجهها الاتحاد في الموسم الماضي كانت كبيرة جدا، يعني شاهدناها على مستوى مجلس الإدارة وحتى على مستوى الجوانب المالية، كان حتى هناك مطالب مالية كبيرة جدا يعني أثقلت كاهل ميزانية الاتحاد. ولكن أعتقد منصور الأولوية حاول قدر المستطاع هذا الموسم أن يكون يعني الاتحاد أكثر قوة أكثر جاهزية من خلال التعاقد مع 4 لاعبين أجانب، أيضا استقطاب 9 لاعبين محليين، يعني يراد بهم بالفعل أن يكون الاتحاد أكثر جاهزية وأكثر قدرة على المنافسة على المستوى المحلي وعلى المستوى الخارجي، وخاصة دائما نعرف حدا الأندية السعودية يعني تكون بها المواجهات كبيرة جدا، ليس على مستوى يعني الفريق ولكن حتى على مستوى الجماهير. الجماهير كانت بالفعل تطالب الاتحاد أن يعود كما كان عليه في سابق عهده، وأعتقد مجلس إدارة بقيادة البلوي استجاب مع هذه المطالب، وأيضا يعني حاول قدر المستطاع أن يستقطب هذه الأسماء حتى تكون أيضا يعني قادرة، وإن كانت يعني لم تعطى الفرصة الكاملة للتجربة، ولكن قادم الأيام قد تكشف قدرتها على التواجد كأساسي مع الفريق الأول في هذا الموسم. جميل. عاد القائد الثاني للمنتخب الكويتي مساعد ندى أبو جراح إلى تدريبات المنتخب الأزرق في معسكره التدريبي الحالي في مدينة أنطاليا تركيا. صحيفة القبس الكويتية أبرزت الخبر فعنونت تقول: ندى دخل تدريبات الأزرق، حيث شهدت تدريبات المنتخب الكويتي الأول حضور مساعد ندى خلال التدريبات في المعسكر الحالي، وذلك بعد فترة غيابه الأخيرة بالإضافة إلى آخر حصتين تدريبيتين أقامهما في البلاد، حيث كان الجهاز الفني للمنتخب الكويتي قد دشن استعداداته في الكويت قبل التوجه إلى تركيا التي سيمكث بها حتى 26 من الشهر الجاري. وكان الجهازان الفني والإداري للأزرق قد استقرا في وقت سابق على إقامة 3 مباريات في المعسكر، 2 منها أمام منتخب هونغ كونغ يومي 19 من الشهر الجاري، ولقاء ثالث أمام المنتخب الليبي في 21 من الشهر نفسه. بعد أن قرر مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم تأجيل دورة كأس الخليج 23، خرجت الهيئة العامة للشباب والرياضة الكويتية محملة مسؤولية قرار التأجيل للاتحاد الكويتي، وصفة إياه بالقرار الفردي والعشوائي. مزيد من التفاصيل نقرأها لكم من صحيفة الرأي. حملت الهيئة العامة للشباب والرياضة مسؤولية تأجيل دورة كأس الخليج خليجي 23 إلى الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته ظهر أمس بحضور نائبي المدير العام للرياضة والمالية أحمد الخزعل والدكتور جاسم لهويدي. وكان من المقرر أن تستضيف الكويت العرس الخليجي بين شهري ديسمبر ويناير المقبلين، إلا أن رئيس الاتحاد الشيخ طلال الفهد خرج بعد اجتماع أمناء سر الاتحادات الخليجية والعراق واليمن أول من أمس، وأعلن تأجيل البطولة إلى السنة المقبلة متذرعا بحجج واهية أبرزها عدم تسلم استاد جابر الدولي من الهيئة التي بادرت إلى كشف الحقائق بعد أن سعى طلال نفسه إلى رمي تبعات التأجيل على الحكومة ممثلة في الهيئة نفسها. وأكدت الهيئة العامة للشباب والرياضة في المؤتمر أنها رصدت الميزانية وجهزت المنشآت الخاصة بخليج 23، إلا أن الاتحاد تحجج بعدم جهوزية الملاعب. وأكد أن قرار التأجيل جاء فرديا وعشوائيا، وأن هناك أمورا مالية وتنظيمية في الاتحاد لم يستطع ترتيبها، وأنه لذلك قرر التأجيل بحجة المنشآت. وأوضح نائب المدير العام لشؤون الرياضة أحمد الخزعل أن ملف خليج 23 ستتم دراسته خلال الفترة المقبلة،
وستكون هناك قرارات ستصدر بشأنه، خصوصا أن دولة الكويت حريصة كل الحرص على إنجاح هذا الملتقى الخليجي الذي يعتبر بمثابة العرس الرياضي. وأضاف أنه بناء على تعليمات وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود ومدير الهيئة الشيخ أحمد المنصور، تم تجهيز المراسلات كافة مع الجهات الحكومية لاستضافة الحدث المهم بالنسبة لنا كخليجيين، وتلقينا الموافقة من مجلس الوزراء، وتم تحديد المنشآت وفي مقدمتها استاد جابر الدولي وملعبا ناديي الكويت وكاظمة، بالإضافة إلى ملعبا ناديي النصر والشباب. وأشار إلى أن جميع قطاعات الهيئة عملت على قدم وساق، وأن الوزير الحمود تعهد بتجهيز الملاعب كافة قبل موعد البطولة بوقت كاف، لكن وللأسف الشديد فوجئنا بقرار التأجيل بحجة عدم جهوزية المنشآت. وتابع الخز على حديثه قائلا: سياستنا في الهيئة واحدة، فنحن نمد يدنا إلى الاتحادات كافة فيما فيها اتحاد كرة القدم، لكننا نرفض أن يلقى علينا اللوم، خصوصا أننا نعرف مكانة هذه البطولة لدى الشارع الرياضي، كما أن دولة الكويت قادرة على تنظيم مثل هذا الحدث وبكل نجاح. علمت صحيفة الاتحاد أن لجنة دوري الخليج العربي الإماراتي تتجه إلى تأجيل انطلاقة الموسم لتبدأ منتصف سبتمبر المقبل بدلا من الموعد المحدد سابقا الخامس عشر من الشهر الجاري، وذلك بعد قرار تأجيل بطولة كأس الخليج 23 لمدة عام، لتخرج الصحيفة بعنوان يقول: الأندية تؤيد اقتراح تأجيل الموسم إلى سبتمبر. وكان من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد 2015-2016 في الخامس عشر من أغسطس الجاري بمباراة السوبر التي ستجمع بين العين والنصر على الساد محمد بن زايد في أبوظبي، على أن تبدأ مباريات دوري الخليج العربي في التاسع عشر منه. وكان الغرض من الانطلاقة المبكرة للموسم توفير فرصة للمنتخب للإعداد بصورة جيدة قبل انطلاقة مشواره في كأس خليج 23 التي كان مقررا إقامتها في ديسمبر الجاري، لكن قرار تأجيل البطولة المتوقع سيعيد الأمور إلى نصابها الأول بأن ينطلق الموسم في سبتمبر على غرار السنوات الماضية. استأنف فريق كرة القدم الأول بنادي الجزيرة تدريباته المكثفة اليومية ضمن معسكره الاستعدادي للموسم الكروي الجديد في العاصمة النمساوية فيينا. الرؤية تابعت فكتبت تقول: حصص مكثفة، حيث يمتد المعسكر الخارجي لنادي الجزيرة حتى 12 من شهر أغسطس الجاري موعد العودة إلى العاصمة أبوظبي لبدء المرحلة الثالثة والأخيرة من التحضير لمنافسات الموسم المقبل. ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة في اليوم التالي للمباراة التي خاضها الفريق أمام اللوكوموتيف الجورجي وكسبها بثلاثة أهداف لهدف، واستأنفت التدريبات أمس بحصة صباحية في صالة الجيمنازيوم. عودة لبطولة الخليج، هنالك توجه من لجنة المسابقات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم لتأجيل انطلاقة الدوري لمدة شهر تقريبا، وذلك لأن بطولة الخليج تأجلت. رأيك في هذا التوجه؟ من الواضح أن الظروف قد تكون متشابهة ما بيننا وما بينهم، ولكن أعتقد الأندية الإماراتية بالفعل يعني كانت متوقعة أن ينطلق الدوري مع بداية أو مع الموعد الجديد 19 أغسطس، وبالفعل خلينا نقول بطولة كأس الخليج أربكت هذه الحسابات، حتى أعتقد نسخ الدور البحريني في هناك أيضا كانت فيها مخاوف بين التأجيل وبين الانطلاق في الموعد، باعتبار يعني المنتخب الوطني كان هو ما أعطي كل الاهتمام وكل الرعاية حتى يتم تجهيزه بالشكل المطلوب، وأيضا معظم اللاعبين موجودين في المنتخبات الوطنية تعتبر كلاعبين أساسيين. أعتقد هذا التأجيل سيكون من صالح الأندية، وخاصة أنها معظمها معسكرة خارج الإمارات، يعني مثلا شاهدنا يعني أقل شيء الجزيرة وين معسكر فيه في النمسا، العين وأيضا والشعب والوحدة وكلها خارج الإمارات، إذا ستكون معها الفرصة متاحة حتى إعطاء أيضا الفريق مدة زمنية أطول في هذه المعسكرات وتجربة العناصر اللي موجودة معها، وأيضا إقامة مجموعة من المباريات الودية. إذا العودة أعتقد الإمارات ستكون متأخرة مع انطلاقة الدوري، ولكن دائما يعني خلينا نقول الاتحادات هي من تفرض رأيها وتفرض قرارها النهائي وليس على حسب مطالب الأندية. طيب، قارنت صحيفة الاتحاد الإماراتية المعسكرات الخارجية الحالية التي تخوضها الأندية مع مدربيها بالمعسكرات الماضية، وذلك بخوضها معسكرات تخرج منها بالفائدة المثلى
قبل الدخول في غمار الاستحقاقات المحلية والتمثيل الخارجي للبلد. مزيد من التفاصيل نقرأها من صفحات الاتحاد. البداية أحد عناوين النهايات، من هنا لا يمكن النظر لمعسكرات أنديتنا في الخارج بمعزل عن إرهاصات مسيرتها في الدوري، فالمعسكر مؤشر لكل شيء، للمدرب واللاعبين القدامى والجدد، والنتائج التي تتحقق خارج الحدود مؤشرا بما لديها. زمان كانت معظم المعسكرات ليست أكثر من فسحة خارج الحدود، مكافآت للمنتصرين ومشفى للخاسرين، ورحلة مجانية للإداريين واستعراضا أمام المدربين الأجانب وترضية لهم، وربما مكافأة مقدما، حيث كان كل مدرب يختار بلاده لمرحلة الإعداد، فيذهب البرتغالي إلى البرتغال والتونسي إلى تونس، وربما المعسكر فرصة لرؤية الأهل والأصحاب والاستعراض على أندية البلد، أو ربما منحها فرصة للاستعراض علينا. حتى وقت قريب كانت نتائج أنديتنا في المعسكرات تبعث على الخجل، لدرجة أننا لم نكن نحبذ نشرها، وإن فعلنا وأحيانا كان وكلاء المعسكرات يوهمون الأندية بتجارب مع فرق مقاطعات نرتضيها، ثم نكتشف أنها لجامعاتنا وربما لأصدقاء يلعبون معا في الشارع. يبدو الأمر وقد تغير إلى حد ما في استعدادات هذا الموسم، فالنتائج التي تصلنا من هناك جيدة، ليس فيها فوز بالعشرة أو العشرين، وأسماء الفرق ليست كسابقاتها، والأهم تلك الروح التي تصلنا رغم بعد المسافات، وتمثل عنوانا لموسم مختلف قد يعيد الجماهير إلى المدرجات المهجورة. أكثر ما يميز استعدادات هذا الموسم هي الواقعية، وللحق فقد ظلت مفقودة حتى وقت قريب، وهو ما يعني أن دور المحترفين ينضج عاما بعد عام، وهذا النضج سينعكس حتما على شكل المسابقة التي جسدت من قبل واقع المعسكرات، فخاضتها فرق كما استعدت دون أن تعرف ماذا تريد، وهل لديها الأدوات التي تمكنها من تحقيق ما تريد؟ الصورة المقلوبة في المعسكرات تم تعديلها بنسبة كبيرة هذا العام، وعشوائية الأعوام الماضية لدى أندية كثيرة تبدلت إلى نظام. وإذا كنا في مواسم إعداد سابقة أنكرنا على الأندية نهجها وانتقدنا نتائج غير مبررة وانتصارات وهمية لفرقنا بأرقام قياسية، على الرغم من أن فرق أوروبا تبدأ استعداداتها قبلنا، فالإنصاف يقتضي اليوم أن نشيد بالنهج الجديد بعد أن أصبحت المعسكرات بالفعل ميدانا للعمل وليست لصناعة الوهم كما كان معظمها في الماضي. كلمة أخيرة، أهم ما في البدايات أنها لا تفصح فقط عن نواياك ولكن عما ستحقق. وفي قطر تناولت الصحافة القطرية استعدادات النادي العربي في معسكره الخارجي قبل خوض غمار المنافسات في الموسم المقبل. صحيفة الراية تابعت مباراته الودية مع النادي الإيطالي فكتبت تقول: العربي يفوز على ديوار الإيطالي، حيث حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي الفوز على الفريق الإيطالي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء أمس خلال معسكر الفريق العرباوي بإيطاليا. وحرص الجهاز الفني على إشراك العديد من اللاعبين في مباراة الأمس لاكتساب الاحتكاك اللازم استعدادا للموسم الجديد. وتعتبر المباراة بمثابة تجربة ودية مفيدة للفريق العرباوي في أولى مبارياته بمعسكره الإعدادي للموسم الجديد. تشهد أروقة نادي الريان حالة من العمل الجاد والدؤوب من قبل إدارة البيتر الرياني، وذلك قبل خوض منافسات الموسم الجديد، لتشهد حالة من الترقب في أوساط الجماهير والمحبين بعد غياب الفريق عن دوري الكبار في الموسم الماضي. نتابع المزيد عبر صفحات الراية. تبقى الأنظار شاخصة بقوة صوب ما حدث ويحدث في البيت الرياني من تحولات مهمة، حيث يترقب الجميع ما يمكن أن يكون عليه الرهيب في الموسم الجديد عقب عودته مجددا إلى دور الكبار بعد موسم واحد أمضاه في الدرجة الثانية في ثاني حالة هبوط له في تاريخه العريق. ومع أن من المبكر جدا الحكم على الواقع الجديد الذي يمكن أن يكون عليه الفريق،
إلا أن المؤشرات تتحدث بوضوح عن واقع جديد وعن صورة ربما تكون مختلفة كثيرا عن تلك التي كان عليها الفريق يوم وجد نفسه مشدودا إلى الخلف ليتقهقر بطريقة غير مألوفة كانت قد دفعت به نحو الهبوط المرير ذاك. ورغم أن الصورة تلك كانت قد تركت انطباعات مريرة حقا لدى جمهور الفريق وعشاقه، إلا أن هناك من كان ينظر إلى ما حدث من زاوية رب ضارة نافعة، انطلاقا من القناعة بأن الفريق كان بحاجة ماسة إلى هزة عنيفة يمكن أن تجدد حيويته وتدفعه نحو تغيير المسار بالطريقة التي تتفق مع ما يفترض أن يكون عليه باعتباره قطبا مهما وكبيرا، بل وركيزة أساسية من الركائز التي تعتمد عليها الكرة العنابية على وجه العموم. ومن هنا جاء هذا الإصرار على التعاقد مع مدرب كبير سبق وأن حقق في قطر تحديدا العديد من النجاحات يوم قاد السد للفوز بلقب آسيا والحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية خلف برشلونة الإسباني وسانتوس البرازيلي، إلى جانب ما حققه من نجاحات طيبة أيضا لا يمكن نكرانها من خلال قيادته للعنابي في بعض مراحل التصفيات القارية السابقة لكأس العالم. وإلى جانب ذلك فإن الفريق بدأ وكأن أنه قد مر بفترة غربلة حقيقية أجراها فوساتي بحنكة كبيرة، حيث كان واضحا أنه حرص على خوض معسكره الحالي في هولندا بالنخبة التي ستمثل الفريق فعلا في الموسم الجديد، وهو ما يعني أنه يمكن أن يستثمر هذا المعسكر بالشكل الأمثل وبالصورة التي تجعل منه محطة إعداد نموذجي تمنح الفريق القدرة على الانطلاق بكل قوة هذا الموسم، وذلك ما يرفع من درجات الترقب بانتظار أن نشاهد الريان بثوبه الجديد وهو يطرق أبواب المنافسات بالمستوى الذي يتفق مع مكانته وتاريخه ويرتقي مع طموحات جمهوره الكبير. طلب دكتور حافظ المدلج عضو المكتب التنفيذي السابق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم وعضو اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2019 من الاتحاد الآسيوي بإقامة بطولة كأس الأمم الآسيوية كل عامين بدلا من النظام الحالي الذي يقضي بإقامة البطولة كل 4 أعوام وأن يحذو حذو الاتحاد الإفريقي. صحيفة أخبار الخليج البحرينية تابعت التصريح فعنونت تقول: المدلج ينادي بإقامة كأس آسيا كل عامين. وأشار المدلج إلى أن عددا من منتخبات القارة تلعب مبارياتها بتصفيات كأس العالم كذلك تصفيات كأس آسيا في الأوقات التي خصصها الاتحاد الدولي للمباريات الودية، معتقدا أن تلك الاستراتيجية تعود لضمان حضور اللاعبين المحترفين بالخارج لمشاركة منتخباتهم بكل أريحية ومن دون ضغوط من الأندية. وقال أيضا أن إننا سنتحرر من لعب مباريات تصفيات كأس العالم في أيام الفيفا فسنجد وقتا أفضل للعب مع منتخبات عالمية، وهذا ما سيزيد من احتكاك منتخبات القارة التي ستتنافس على الوصول إلى كأس العالم عبر المراكز الأربعة في بطولة الأمم الآسيوية، وستكون البطولة تميز رائع ومثير يجلب تسويقا هائلا للاتحاد الآسيوي عبر الرعاة والقنوات الناقلة. مع رأي حافظ المدلج بأن تقام كأس آسيا كل سنتين تؤيد هذا الطرح؟ يعني فيها الكثير من الجوانب الإيجابية للمنتخبات الآسيوية وخاصة مثل ما أشار أن تتاح لها الفرصة للجاهزية لتصفيات كأس العالم، ولكن أعتقد أنها ستكون الضغوطات أيضا كبيرة على المنتخبات الآسيوية الغير قادرة أحيانا أن تكون يعني متلائمة مع هذه المشاركة عندما تلعب خلال سنتين مع بعض، أيضا مع بعض البطولات المحلية مع غرب آسيا أحيانا يأتي تصفيات كأس العالم معك مثلا بطولة الخليج، لأن ستكون هناك بالفعل بعض المنتخبات غير قادرة على هذا الالتزام. ولكن من ناحية يعني أقول القول الفنية إذا بالفعل فيها الكثير من الجوانب الإيجابية المهمة، ولكن ماذا سيكون نظام تأهيل المنتخبات لكأس العالم عندما تقام كل سنتين؟ اعتدنا كأس العالم يقام كل 4 سنوات ويتم اختيار المنتخبات الآسيوية مع أفضل يعني 4 منتخبات والخامس يلعب مباراة ملحق. ما سيكون نظام هذه البطولة أو في كيفية اختيار المنتخبات اللي تستطيع الكأس العالم؟
طبعا هو مجرد اقتراح. عموما مشاهدينا الكرام مستمرين معكم في برامجكم عناوين، فاصل قصير وبعد ذلك ننتقل للصحافة العالمية. نستهل جولتنا في الصحافة العالمية من بريطانيا، فبعد أن تكهنت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة برحيل بيدرو إلى مانشستر يونايتد في المرحلة المقبلة، أبرزت صحيفة الصن اقتراب الإسباني من قلعة الأولد ترافورد لتخرج بعنوان قالت فيه الشيطان بيدرو، حيث اقترب الإسباني بيدرو رودريغيز نجم برشلونة بشدة من الرحيل إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإنجليزي قام بإرسال مبعوثين لمقاطعة كتالونيا للتفاوض مع نادي برشلونة بهدف الحصول على خدمات النجم الدولي الإسباني في أقرب وقت ممكن. وذكرت الصن أن تخلي مانشستر يونايتد عن المهاجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لصالح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 62 مليون يورو هو خطوة جديدة في سبيل التعجيل بالتعاقد مع بيدرو الذي لن يرحل عن برشلونة بمبلغ يقل عن 30 مليون يورو. إذن مانشستر يونايتد يكثف مساعيه للحصول على خدمات بيدرو، رأيك في هذا التعاقد لو تم؟ بالتأكيد يعني شوف كيف مانشستر رأى أن هذا اللاعب بالفعل قدم موسم لا بأس خلال الموسم الماضي مع برشلونة الإسباني، وأيضا ساهم في تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية مع بالرغم من أنه ما كان له دور فاعل لأنه كان احتياطي في أغلب يعني المراحل في الموسم الماضي. بالتأكيد لكن قد يكون لم يحصل على الفرصة الكافية حال بقية اللاعبين، ولكن عندما ينتقل لاعب أي لاعب إلى دور آخر تتاح له الفرصة، قد يكون لاعب أساسي، قد يكون حتى نفسياته تختلف عن ما قدمه مع برشلونة، يأمل أن يقدم بالفعل مع نادي جديد أكثر يعني خلينا نقول أداء أكثر مستوى مع بقية يعني اللاعبين، وإن كان يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم مع هذا النادي الكبير أيضا باعتبار الدور الإنجليزي يعني لا يقل يعني قوة عن الدور الأسباني. من المعروف على المستوى العالم فيه مجموعة كبيرة من اللاعبين مختلف القارات، إذن دائما اللاعب عندما يبرز بشكل أفضل أعتقد سيكون يعني اسمه حاضرا في الدوري بشكل أفضل. وفي إيطاليا تابعت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية سقوط الروسينيري أمام نادي البافاري بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة لتكتب في عنوانها ميلان يا له من الصدام، حيث نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في اجتياز عقبة ضيفه الإيطالي ميلان بثلاثية نظيفة بكأس أودي الودية لكرة القدم على ملعب أليانز أرينا. وذكرت الصحيفة أن ميلان واجه الكثير من المتاعب في مواجهة الأمس، وأصبح التعاقد مع مدافع روما رومانيلو مطلبا ملحا للفريق خلال الأيام المقبلة قبل أن تعرج الصحيفة إلى المشادة الساخنة بين بيب غوارديولا المدير الفني لبايرن ميونخ ودي يونغ لاعب وسط ميلان الإيطالي أثناء تواجد الفريقين في الممر المؤدي إلى غرف الملابس بين شوطي المباراة. انتصار كبير إذن للبايرن على الميلان في لقاء ودي. بالتأكيد يعني وكشف قدرة جاهزية الفريق الميلان للموسم الجديد وخاصة الدوري الإيطالي أصبح على الأبواب، وأيضا لا يقل عن بقية الدوريات الأخرى. يعني أعتقد الميلان الإيطالي محتاج بكثير إلى جوانب مهمة في خط الدفاع، وخاصة أن الفريق قد يكون عانى في الموسم الماضي من هذا الجانب، فرصة للاستفادة من خلال هذه اللقاءات. بالتأكيد يعني غوارديولا أعتقد فاهم الوضع وعارف ما يحتاج الفريق في الفترة المقبلة. طيب وفي إسبانيا سلطت صحيفة الموندو ديبورتيفو المقربة من أسوار النادي الكتالوني على عودة الثلاثي المرعب في صفوف البلاوغرانا، فعنوانها تقول ثلاثي جامبر، حيث يخوض اليوم نادي برشلونة الإسباني مباراة النسخة 50 لكأس جامبر الودية أمام فريق روما الإيطالي على ملعب الكامب نو معقل برشلونة. وقالت الصحيفة أن تلك المباراة ستشهد ثلاثي برشلونة الناري في خط الهجوم للمرة الأولى، وذلك بعد غياب دام لمدة شهرين في الفترة الأخيرة. وتأتي هذه المباراة استعدادا للموسم الكروي الجديد، حيث تنطلق الليغا يوم 26 من أغسطس الجاري، فيما يبدأ الكالتشو الإيطالي يوم 23 من الشهر نفسه. نترككم الآن مشاهدينا الكرام مع عدسة الصحافة لهذا اليوم، أو الفقرة ليست موجودة، وبالتالي هذا الخبر يكون هو الخبر الأخير
في هذه الحلقة، وهكذا نكون قد وصلنا إلى الختام. وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل لضيفي الأستاذ حمد الريامي صحفي بجريدة عمان، شكرا جزيلا. شكرا أحمد، نتكلم مرة ثانية إن شاء الله بإذن الله. في الختام أيضا تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، وإلى اللقاء.